بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج محاها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم.